عدنا ومع فعالية جديدة من فعاليات الهيئة الملكية بينبع، ولكن اليوم فعاليتنا مختلفة. فعاليتنا اليوم مع فئة غالية على قلوبنا، وهنيئا لمن اتصل عمله بهذه الفئة. نرحب بمتابعي سناب الهيئة الملكية. اليوم نحن في برنامج جميل من أجمل برامج الهيئة الملكية للمسؤولية الاجتماعية، وبرنامج اسمه فرحتهم فرحتنا. الله. بالتعاون مع جمعية التكافل لأيتام. فرحتهم فرحتنا، الاسم جميل. نعم حقيقة هذا البرنامج بإشراف إدارة الخدمات الاجتماعية ومتابعة مباشرة من سعادة الرئيس التنفيذي لمثل هذه البرامج. هي خلالها إن شاء الله تعالى زيارة المحرجان الفلانية والنادي الفروسية وما فيه من مرافق للهيئة الملكية. فحياكم الله جميعا وشكرا لوجودكم معنا. حنكون معكم. إعداد الإفطار لهذه الفئة الغالية على قلوبنا، وكالعادة تنظيم رائع. ومع الفارس الهمام، ايش اسمك يا بطل؟ ابراهيم. ما شاء الله، كيف ركوب الخيل؟ ممتاز. ها؟ ان شاء الله انك تكون من الفرسان. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود فينا وصيها الخير إلى يوم القيامة. وورد في الأثر: علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. الفعالية اليوم في مرفق جميل من مرافق الهيئة الملكية، نادي الفروسية، أنصحكم بزيارته. ما شاء الله، اختياركم للاسم جميل يا أستاذ مجدي. فرحتهم فرحتنا، هذا ضمن مبادرات البرنامج صناعة التطوع الرمضاني. ما شاء الله، حبينا نشوف الفرحة فعلا. هنيئا لمن اتصل عمله بهذه الفئة، وأنا سعيد بتواجدي بينكم. شكرا لكم لحضوركم. تطوع لخدمتكم. ما شاء الله. ما شاء الله، مرحبا بك يا مهندس تركي. المهندس تركي الحارثي، مدير جمعية تكافل للأيتام بمحافظة ينبع. مرحبا بك بالهيئة الملكية. الله يبارك فيكم وسعداء بوجودنا، ونحن سعداء بذلك. كم عدد الأيتام في الجمعية؟ عددهم ما يقارب 1033 في محافظة ينبع. تستمر المناسبات هذه إن شاء الله، حيكون في برامج مستقبلية إن شاء الله نستضيف فيها الشباب وبحضوركم. الله يجزاكم خير. وبحضور سعادة الرئيس التنفيذي إن شاء الله. جزاكم الله. جميعا باسم إدارة الهيئة الملكية ينبع الصناعية، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة بين إخوانكم وأحبابكم، ونرحب بكم في هذه المناسبة الطيبة المباركة. فأهلا وسهلا بكم، صراحة ليلة جميلة بوجودكم وفرحتنا بوجودكم في هذا اليوم. صراحة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بضيوفنا اليوم جمعية الأيتام، وحقيقة إن هذه من أسعد المناسبات إن إحنا نلتقي في الهيئة الملكية. هذه الاستضافة اعتبروا أنفسكم أنتم أهل الدار وإحنا الضيوف عندكم. أسعدتونا بالزيارة هذه، نشكركم على تلبية الدعوة ونشكر الحضور الجميل هذا. وأتمنى إنه نقدر نقدم برنامج بسيط يليق بكم جميعا، يعني حقيقة أنتم غالين علينا جميعا، ونتمنى نقدم أي شيء يسعدكم ويفرحكم. والمناسبة هذه طبعا مناسبة شهر رمضان، شهر الخير والبركة، يعني مناسبة جدا مميزة إنه إحنا ما شاء الله طار مرتب. مرحبا. مرحبتين. انتوا اي فندق انتوا؟ فندق ريديسون بلو. ما شاء الله. ما شاء الله، هدايا. هذه هدية مقدمة من الهيئة الملكية لأبنائنا.
كسوة العيد. نقول لهم كل عام وانتم بخير. عبارة عن ايش الهدية؟ هي كسوة عبارة عن هدية شخصية لل ايوه واشوف فيها كرت كرت قيمة شرائية لكسوة العيد كاملة. ما شاء الله تبارك الله. مقدمة من هيئة ملكية. أبدعتم. من برامجها المسؤولية الاجتماعية. يا سلام عليكم. حقيقة مثل هذه البرامج هي عناية ورعاية خاصة من الإدارة العليا بالهيئة الملكية وتحديدا الرئيس التنفيذي. اللي كان طبيعي كان معانا اليوم لولا ظروف العمل. الله يسعدكم. تذكروا فتشكروا. الله يديك العافية. جميل هذا اليوم الرائع بوجودكم أنتم أبنائنا وبدعاية كريمة من إدارة الهيئة الملكية سعادة المهندس موسى الله يعطيه العافية وأيضا مدير إدارة البرامج الاجتماعية المهندس حاتم بسالم والزملاء الكرام كلهم هؤلاء أتوا يحتفون بكم أبنائنا في هذا اليوم في هذا اليوم الذي هو بهجة وفرحة لكم وهو فرحة لهؤلاء جميعا. أهلا بكم جميعا. هدية مقدمة من إدارة الهيئة الملكية يقدمها سعادة المهندس موسى الله يعطيه العافية. نتفضل بالإخوة يتفضلون بتكريم أبنائنا في هذا اليوم الطيب المبارك.